اشتغل اهواجي قبل التمثيل وبيع بدل في امريكا وملوش في الارتباط. حكاية الفنان عصام عمر وسر حب الناس ليه وازاي يتحول من الاعلانات للتمثيل وقدر يبقى من اهم نجوم الجيل واللغز في مسلسل بلطو. عصام عمر ممثل ومخرج مسرحي قلب الدنيا بدوره في مسلسل بلطو ومسار اجباري وبقى حديث الناس كلها لدرجة ان هو تصدر قوائم التشغيل. عصام عمر اهتم بالفن فدرس التمثيل والإخراج وتخرج من قسم المسرح في كلية الأداب بجامعة اسكندرية وبدأ مسيرته الفنية سنة 2010 فشارك في عدد من العروض المسرحية سواء كممثل أو مخرج. ومن أبرز العروض اللي شارك فيها أكرميلا واثني عشر رجل غاضب والقطة العمية وقنابل مسيلة للحرية. ثم شارك أيضا في عدد من الأفلام السينمائية والأعمال التلفزيونية. عصام قدر يفوز السنة دي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل مسار إجباري لدرجة أن هو بيستلم الجائزة علق وقال الجائزة دي أكتر جائزة كوميدية في حياتي لأني موجود وسط ناس ما ينفعش أتحط معاهم. أنا نفسي صوتت الأستاذ كريم عبد العزيز في غلطة في الجائزة دي وده لأني عصام بيحب كريم عبد العزيز جدا وهو مثله الأعلى وكان نفسه يفوز. عصام من صغره هو بيحب الشقة وأول ما قرر يشتغل اشتغل قهوجي في قهوة وكان فرحان ومبسوط وبيحاول يطور من نفسه. عصام من صغره مش بيحب التمثيل نهائيا ومن صغره كان نفسه يدخل مسرح ويدرس تمثيل لكن حظه ان هو لما قدم اترفض وقرر يدخل فلسفة علشان كده مر بحالة اكتئاب كبيرة قوي وكان قاعد مش بيخرج من البيت لحد ما لقى موظفة من المسرح بتكلمه وبتبلغه ان هو اتقبل في الشغل معاهم وطبعا هنا طار من الفرحة وقرر يرجع يشوف شغله مرة تانية. عصام عمر رغم ان هو كان نفسه يطلع ممثل كان عاوز في نفس الوقت يبقى طيار. عصام عيلته بسيطة ملهاش في الفن نهائيا يعني علشان يمثل جابها من الصفر ولا كان ليه واسطة ولا حد رشحه ودرس في المسرح وسافر امريكا وبعدها قرر ينقل حياته من اسكندرية للقاهرة علشان يعيش مع اصحابه وبقى بيلف على مكاتب الكاستنج ويعمل اعلانات وفعلا في البداية اشتغل في مجال الاعلانات وكان بيكره لقب الواد بتاع الاعلانات. عصام عمر كان شخص عنده طموح علشان كده حاول يلاقي شغل وفضل فترة كبيرة يشتغل موديل في الاعلانات لحد ما اخد قرار وقرر ان هو يسافر امريكا بس المشكلة عنده ان هو ما كانش معاه فلوس علشان كده قرر يستلف فلوس من صاحبه ويسافر وفعلا سافر واشتغل بياع بدل في محل وفضل هناك لحد ما عزم النية ان هو ينزل يشتغل في القاهرة ويسعى ورا حلمه في التمثيل وفعلا واحدة واحدة الدنيا مشيت معاه وقدر يمثل والنهاردة بقى من أفضل الفنانين على الساحة الفنية.